علي بدينارين. لا نبيعهما بالدنانير، ألم تسمع كلامي؟ سمعت ولكن يبدو أنني لم أفهم. إذن لن تفوز بهما ولو دفعت آلاف الدنانير. لماذا؟ لأنك لم تفهم كلامي البسيط. من يريد امتلاك هذين الفتيين يجب أن يكون ذكيا ومن أشطر الشطار. والله إنني أسمع وأعجب صدقة. لا تعجب، فهما من الشطار في بلدهما، وقد اشترطا بأن لا يكونا ملكا إلا لمن يفوقهما شطارة. إنني أعرف امرأة لا يباريها أحد بشطر. ماذا يا نخاس؟ ألم تسمعني؟ بلى سمعتك، ولكن ما لنا وللمرأة التي تذكر إن لم تكن راغبة في امتلاكهما؟ إنها راغبة في امتلاكهما، ولكن أقعدها عن السوق شغل مفاجئ، فإذا أحب المملوكان قدمتهما إليها. طيب أيها الرجل. ما هو اسم هذه المرأة؟ لماذا تسأل؟ لأننا تبارينا في الشطارة مع كثير من الناس ولم يستطع أحد منهم امتلاكنا، فإن كانت تلك المرأة من هؤلاء. لا، لم يسبق لها أن علمت بخبركم. هذا يعني أنها لن تستطيع التغلب علينا. من تغلب على أحمد الدنف ورجاله لا يصعب عليه التغلب عليكما. ماذا تقول؟ اسمها أصبح على كل لسان. تقصد دليلة؟ نعم، لا أقصد غيرها. يبدو لي أنكما خائفين. ومما نخاف يا سيدي؟ نحن يسعدنا أن تتملكنا امرأة تغلبت على الرجال. حسناً، سأذهب الآن وأرى رأيها. خذنا إليها، نحن نكلمها. لا أستطيع هذا قبل أن أسمع رأيها، انتظرني غداً في مثل هذه الساعة. ولكن يا سيدي. لا تكن لجوجاً أيها المملوك، سأنصرف الآن إلى مشاغلي وغداً نلتقي. ماذا تعتقد؟ بماذا؟ هل تكون دليلة على علم بأمر تنكرنا؟ لا أدري، ولكن الذي يحيرني هو هذا الرجل الذي يعرف حقيقتها ولا يكتم أمرها. لا بأس، إن كانت تعد الفخ للإيقاع بنا فأنا لها. المهم أن تعرف وجهي وأعرف وجهها. أنت إذن لابد أن أنهي ذكرها للأبد. الفرصة الذهبية لأحسن هدية أقدمها بالمجان لمن ينجح بالامتحان. انظروا إلى هذين المملوكين وتبصروا بمتانة الجسم والساعدين، فمن أرادهما للحراسة أو خدمة الدار كانا له بأقل من الدينار. السلام عليكم. وعليكم السلام. سمعت أنك جئت من بلاد فارس في تجارة، وأنك ترغب في شراء بعض الممالك. نعم، هذا صحيح. حسناً، يمكننا إذن الاتفاق على صفقة. أنت نخاس؟ لا أبداً، إنما لدي مملوكان ورثتهما عن والدي وأود بيعهما. لماذا؟ رحم الله والدي، كان مبذراً، لم يترك لي سوى هذين المملوكين وليست لدي القدرة على إعالتهما. فهم، وأين هم الآن؟
في بيتي. لا كلام في التجارة إلا بعد التأكد من البضاعة. أعرف يا سيدي أعرف، وثق بأنني لا أخدعك. إذن لماذا لم تحضرهما لأراهما؟ آه رحم الله والدي، لقد أوصاني بأن لا أبعدهما عن البيت إلا برغبتهما، ذلك أنهما ولدا في بيتنا وتربيا فيه، فأصبحا عزيزين على والدي وأصبح البيت عزيزا عليهما. معنى هذا أنك محرج أمامهما. ها أنت ذا أدركت صعوبة موقفي يا سيدي، إنهما لا يرغبان في مفارقة البيت الذي تربيا فيه، وأنا مضطر لبيعهما بسبب الحاجة. نعم إنني أدرك موقفك، ولكنك في الوقت نفسه رغبتني فيهما. إن إخلاصهما للبيت الذي تربيا فيه إنما يدل على رفعة أخلاقهما ونبل خصالهما. تعني أنك قبلت؟ شرط أن أراهما. بالطبع يا سيدي بالطبع، وسأحضرهما إليك غدا على أن لا يعلما أنني بصدد بيعهما. حسنا سأكون بانتظارك. لي رجاء يا سيدي. تريد مني أن لا يعرفا غرضي من رؤيتهما إلا بعد تمام الصفقة، أليس كذلك؟ نعم، وبعد انصرافي دونهما. اطمئن. جزاك الله كل الخير يا سيدي، ولكن لم نتفق على السعر الذي أريده. عند رؤيتهما نتحدث في هذا. الأفضل أن نتفق الآن كي لا يداخلهما الشك، ولن أطلب كثيرا يا سيدي، فقط 1000 دينار. السلام عليكم. وعليكم السلام. ب1000 دينار فقط؟ نعم. يعني 500 دينار ثمن الواحد؟ المقدم حسن رأس الغول بكل ما له من مكانة وقوة ب500 دينار؟ أمر لا يصدق. هل أنت واثقة من أن لعبتك هذه ستنجح؟ مثل ما أنا واثقة من أنني أراك وأسمع صوتك الآن. ستكون فضيحة كبرى، بل فكاهة نادرة تشيع في بلاد العرب والعجم كلها. ليتك رأيت أحمد الدنف في أي حال هو. نعم حدثني، ابعث في قلبي مزيدا من النشوة. إنه في أسوأ حال. أظنه لم ينم منذ أن بلغ الوالي ما فعلته مع شيخ التجار. وهم يبحثون الآن عن حسن رأس الغول. لماذا؟ الوالي يريد أن يراه. عرفت أن غضب الوالي متجه إليه أكثر مما يتجه إلى أحمد الدنف. إنها البداية فحسب، وغدا ستكون النهاية عندما يعرف الوالي أن معاون صاحب شرطته وأقوى رجاله بعته دليلا لتاجر من أصفهان. ستكون نهاية مقدمك حسن رأس الغول، وبعدها ألعب لعبتي الكبيرة مع مقدمك الكبير أحمد الدنف. سيدي ما وراءك؟ لا أثر له أبدا يا سيدي. عجبا، أغلب الظن أنه تنكر تنكرا غير هيئته تماما حتى بتنا لا نعرفه. لكن المفروض أن يمثل أمام الوالي، يجب أن تعثروا عليه بأي طريقة وإلا. انصرف إلى شأنك، ماذا تنتظر؟ أمرك يا سيدي. لا شد ما بت أحمق أنا الآخر، وبسبب من كل هذا؟ امرأة لا نعرف لها صفة سوى أنها محتالة، بالأمس اضطراب في الناس واليوم غضب الوالي، ومعاوني الذي أثق به مختف عن الأنظار، تاركا إياي في هذه الحيرة التي لم يسبق أن عانيت مثلها من قبل أبدا.
تأخر صاحبنا، أخشى أن يكون قد خدعنا. ننتظره على كل حال. بصراحة يا مقدم حسن. انتبه. ماذا؟ إلى نفسك وكلامك، أنا لست الآن مقدم حسن. المعذرة يا سيدي. لا تقل يا سيدي، أنت مملوك وأنا مملوك، فهمت؟ لم تستطع ضبط لسانك فخير لك أن تسكت. لا لا يا يا سيدي، يا أخي سأضبط لساني كما ينبغي، كنت فقط أريد أن أحدثك عن مخاوفي. مخاوفك؟ من ماذا؟ من أن تفشل خطتك، أعني أن تكون دليلة قد علمت بأمرنا. هو صاحبنا قادم؟ السلام عليكم. وعليك السلام. أظن أنني تأخرت عليكم. لا بأس يا سيدي، لا بأس ما دمت قد جئت أخيراً. أكنت تعتقد بأنني سأتخلف عنكم؟ ذلك بأننا لا نعتقد أن أحداً في هذه المدينة يستطيع التغلب علينا. بعد قليل ستغير اعتقادك هذا. هلما معي، فإن دليلة تنتظرنا في أحد الخانات. هلما معي. السلام على سيدي المقدم. وعليك السلام، ماذا تريد؟ سيدي، جئت أحذركم من أن شيخ التجار يشيع في الناس كلاما يسيء إليكم. ما هو هذا الكلام؟ باختصار أنكم لستم كفءاً لمكانتكم، وأن الأحرى بالوالي أن يعين رجلاً آخر صاحباً للشرطة. من أخبرك بهذا؟ الناس يتحدثون به يا سيدي. إذن فقدت ثقة الناس الغالية. ثمة حديث آخر يا سيدي. حديث آخر؟ أعني شائعة أخرى. ما هي؟ إنها عن اختفاء سيدي المقدم حسن. يقولون بأنه هرب عائدا إلى مصر بعد أن هزمته دليلة. وهكذا أصبح لدليلة صيت تبني عليه الحكايات المسلية للناس. مسلية للناس، ولكنها خطرة يا سيدي. نعم يا عبد الله، وأخطر ما فيها أن يصدقها الوالي. إنني رهن أمركم يا سيدي، هل يمكنني أن أكون نافعا لكم في هذه المسألة؟ سنرى ماذا نستطيع أن نفعل. إنني خادمكم المخلص الأمين يا سيدي. انتظراني هنا ريثما أتحدث إلى هذا الرجل الجالس هناك. وما شأنه؟ إن دليل شديدة الحذر، فهي لا تقابل أحدا إلا عن طريقه، وهذا الرجل هو الذي يصرف أمورها. انتظرني. يبدو أنها صاحبة عصبة. نعم، كنت أظن ذلك منذ البداية. الآن أتحقق بنفسي. اسمع. نعم. يجب أن نحفظ ملامح هذين الرجلين لنتمكن من القبض عليهما فيما بعد. هذان هما المملوكان. يبدو أنهما بصحة جيدة ولا عيب فيهما. نعم نعم، إنهما قويان ويحسنان كل عمل. حسنا، تفضل. إنه يعطيه كيس نقود، ما معنى هذا؟ لا أدري. انتظر، لا تكن لجوجا. سأذهب الآن وأرسلهما إليك، وهما سيسألانك عن دليلة، فقل لهما إنك سترشدهما إليها. ومن هي دليلة؟ فتاة يحبها أحدهما وقد اختفت فجأة. إنها قصة سخيفة لا تشغل بالك بها. السلام عليكم. أنت لا يبه. عليكم السلام. والآن أيها المملوكان يمكنكما أن تقابلا دليلة. أين هي؟ اذهبا إلى هذا الرجل، أما أنا فقد انتهت مهمتي. شكرا شكرا يا سيدي. إلى اللقاء أيها المملوكان،
الذكية. أعرف أنكما تبحثان عن دليلة، أيكما يحبها؟ أهو الحياء قد ربط لسانيكما؟ المهم يا سيدي نريد مقابلتها. على كل حال يجب أن تنسيا حكاية دليلة تماما، أنتما الآن ملكي وعليكم طاعتي وخدمتي. اذهبا مع هذين الرجلين لتناما الليلة، فإننا مسافرون إلى أصفهان فجر الغد. هيا دون تلكؤ. أيها السيد، يبدو أننا نحن الثلاثة وقعنا في مخالب دليلة. أمرتك بأن تنسى حكاية دليلة. ولكن من أنت على كل حال؟ أنا سيدك منذ الساعة. لكن يجب أن تفهم أيها السيد بأننا... اخرس ولا تغالي في وقاحتك، وإلا أمرت هذين الرجلين بتأديبكما. يجب أن نخبر المقدم أحمد الدنف. يا للفضيحة، نحن مضطران يا سيدي. أنا سيدك أيها المملوك، وما هذا إلا مملوك مثلك. ولكننا يا سيدي لسنا بمملوكين، إننا... أعرف الحكاية، أنتما تحبان البيت الذي تربيتما فيه ولا تريدان مفارقته، ولكن سيدكما السابق حر فيكما وقد باعكما. من تعني بسيدنا السابق؟ الرجل الذي جاء بكما، لقد نقدته 1000 دينار. ها؟ أو ربي، لقد رأيته وهو يعطيه النقود. إنه ثمننا. إذن لماذا المكابرة؟ اسمع يا سيد أرجوك، سأرد إليك مالك واستر علينا. ترد لي 1000 دينار؟ نعم أقسم لك. ومن أين لك أنت يا مملوك أن تملك دينارا واحدا؟ قلت لك بأنني... هل لك بأن ترافقني وترى بنفسك بأنني سيد مثلك وأملك بعض المال؟ الآن أدركت كل شيء، أنتما جماعة من المحتالين النصابين. معاذ الله يا سيدي، دعني أشرح لك المسألة. اقبضا عليهما حتى أسترد مالي وأسلمهما إلى الشرطة. اهدأ وأطع، وإلا استدعيت الشرطة في الحال. دليلة حبيبتي، ما هي أخبارك؟ تعنين أنك نجحت، وهل تعرف دليلة غير النجاح؟ حسن رأس الغول، أمر لا يصدق. كيف فعلت هذا؟ ببساطة متناهية، كانت لهفته لرؤيتي والإمساك به الطعم الذي أوقعه والوسيلة التي ساعدتني على النجاح بسهولة. سيجن أحمد الدنف لو علم بالأمر. إذن فليعلم، ولكن لا، ليس الآن، بعد أن يعود مهران إلى بلده. مهران؟ التاجر الفارسي الذي اشترى حسن. إذا علم أحمد الدنف بالأمر اليوم فقد يعرف مكان حسن فينقذه، وأنا أريده أن يبتعد عن طريقي لكي أفرغ لأحمد الدنف. إسماعيل التاجر في الباب يا سيدي. أدخله حالا. أدخل أدخل. تعال يا إسماعيل وأخبرني ما تعرفه عن المقدم حسن. لا أعرف عنه شيئا يا سيدي، لقد أخبرت الشرطة عندما سألوني البارحة. كيف هذا وأنت كنت معه حتى لحظة اختفائه؟ لم أكن معه يا سيدي. حسب علمي كنت مكلفا أنت والحمار بمرافقته للكشف عن دليلة. هذا صحيح. وكان المفروض أن تتبعوا خطة سرية لا يعرفها أحد سواكم أنتم الثلاثة. أنا استنكفت ولم أنطلق معهما يا سيدي. لماذا؟ لأنني لا أريد أن أزيد لحيتي،
وأجعل من وجهي أمرد ومن نفسي إضحوكة بين أهلي ومعارفي. أخبرني، أكانت الخطة تقتضي منكم الثلاثة إزالة لحاكم؟ نعم يا سيدي، حتى يصدق الناظر أننا مماليك، لكني رفضت هذه المسخرة. حسناً يا سيد إسماعيل، يمكنك أن تنصرف إلى شأنك. أتمنى لكم التوفيق في التغلب على دليلة. ماذا تنتظر؟ أوامركم يا سيدي. هل فهمت الآن لماذا لم يرى أحد المقدم حسن؟ نعم يا سيدي، نعم، لأنه يرتدي زي المماليك، ولأنه حليق الوجه. إن أي واحد من الشرطة لا يعرفه بهذه الهيئة. إنما أخشى هو أن تكون دليل أدق بصراً من رجالي. اسمع. نعم يا سيدي. يجب أن تسألوا جميع الرجال الذين يعملون في النخاسة، لعل أحدهم يملك ما يفيدنا في هذه المسألة. هيا وبمنتهى العجلة. أمرك سيدي المقدم. هل اعترفا؟ كلا يا سيدي. حسناً، أعطني صوت. يبدو أن رجالي لم يكونوا قصاةً بصورة كافية. هل تدلني على ذلك الرجل أم تفضل الموت جلداً؟ أنت لا تريد أن تصدق، لا تريد أن تصدق بأننا خدعنا كما خدعت. أريد الصدق. الصدق ما سمعته أيها المأفون. لماذا فعلت ذلك؟ أتريدني أن أشاهد عذابه ساكنا؟ تبدو فتى شهما. ليس الأمر كما تظن يا سيد مهنر. هذا الرجل له فضل علي وعلى غيري من الناس. حسنا، إذا أشفق عليه وعلى نفسك وأخبرني الصدق. الصدق الذي ترفض أم الصدق الذي تتوهم؟ الصدق يا فقير. أخبرناك به وأنت ترفضه. حسن، من أنتما في حقيقة الأمر؟ ما أنا إلا حمار وعاون. اسكت اسكت. دعه يتكلم. اسكت بحق الله. اسكت. تابع كلامك ولا تنصت إليه. إن لم يأذن لي أستطيع أن أخبرك إلا بأن ذلك الرجل من عصبة دليلة. أيها شقيان، تعبت أنا لكن رجالي لن يتعبوا. ماذا تقول؟ يا سيدي، أنا لا ذنب لي ولا أعرف حقيقة أمرهما. تكلم، أخبرني بالتفصيل. لقد جاء إلي وأخبراني بأن أبيعهما لمن يتغلب عليهما بالشطارة والمكر والخديعة، ولما رفضت. لماذا رفضت؟ لأنني استغربت أمرهما، فليس من المألوف أن يأتي المماليك إلي لأبيعهم، إنهم يجلبون من قبل نخاسية من بلاد أخرى. طيب، ارجع إلى ما يهمنا من ذلك. المهم، أقنعني أحدهما بأنهما مملوكان ويمكنني بيعهما دون خوف من أن يكونا هاربين من سيدهما. كيف؟ نقدني ببعض المال. فهمت، أكمل. بقيت يومين أعرضهما للناس، لم يستطع أحد شراءهما بالحيلة أو المكر. كان أحدهما أمكر وأشطر من أن يغلبه أحد. تقصد الذي اسمه حسن؟ لا أعرف اسمه الحقيقي. وبعد يا سيدي المقدم، جاء رجل يدعي بأن ثمة امرأة يمكنها التغلب عليهما وأخذهما إليها. امرأة؟ من تكون؟
لا أدري، ذكر أن اسمها دليلة. دليلة؟ نعم يا سيدي، أظن أنني سمعت اسمها هكذا، لست متأكدا. هل ذكر لهم المكان؟ المكان؟ أي مكان؟ مكان دليلة، أو المكان الذي سيقودهما إليه. نعم، ذكر لهما أحد الخانات. أي خالد هذا؟ لا أدري، لا أذكر أنه ذكر لهما اسمه أو مكانه. طيب، انصرف إلى شأنك. إنني طوع أمرك هي سيدي المقدم، أمد الله في عمرك ونصرك على أعدائك. يا حاجب، ابحثوا لي في جميع الخانات عن المقدم حسن والحمار، فتشوا كل غرفة وزاوية وصندوق وإيوان، لا تدعوا مكانا يمكن الاختباء فيه دون قلبه رأسا على عقب. أمرك يا سيدي المقدم. تعني أنه عرف ما فعلته بمعاونه؟ نعم، عرف أن المقدم حسن لابد أن يكون قد وقع فيما دبره للإيقاع بك أنت. رجل ذكي وذو بصيرة، لهذا يجب أن تكوني حذرة منه. بالعكس، يسعدني أن يكون غريمي رجلا من هذا الطراز. حين يكشف أمرك لن تكوني سعيدة يا دليلة، وسأكون أنا أعظم شقاء منك. إليك هذا المنديل إذن. ماذا أفعل به؟ أرى أنك توشك على البكاء وستحتاج إليه لمسح دموعك. على كل حال، يجب أن أصارحك بأن الحذر منك أهم من الحذر من أحمد الدنف وحسن رأس الغول. أتدري لماذا؟ لأنك رجل ضعيف القلب وضعيف التدبير معا. أنا؟ نعم أنت، فلو لم تضع الوقت في ديوان الشرطة وسرعت إلى إعلامي بما وصل إليه الدنف لاستطعت الوصول إلى الخان في الوقت الملائم لتدبر الأمر مع التاجر الفارسي. فكرت في ذلك. ولماذا لم تسارع إلى إعلامي إذن؟ خشيت أن أثير انتباههم بغيبة المفاجأة عن الديوان في وقت يجب أن أتواجد فيه. أنت إذن توافقني؟ على ماذا؟ على أنك رجل ضعيف القلب وضعيف التدبير معا. سامحك الله على طول لسانك. ولتعلم أيضا بأنك لا تستحق مني ما أدبره لك من مكانة عالية في أن تكون مقدم شرطة. يا دليلة، إنني أكثر رغبة في أن أعيش معك عيشا هنيئا من أن أكون مقدم شرطة. دليلة يا حبيبتي، ما الذي يجديني أن أكون مقدم شرطة وأنا لا أهنأ في بيتي ومع زوجتي؟ حتى الأبناء حرمتني منهم بسبب ميلك إلى أن تكوني خلاف طبيعتك، فكأنك رجل ولست امرأة فياضة الأنوثة بارعة الجمال. كف عن هذا الكلام بحق ربك. كان يجب عليك أن تتزوج من امرأة ترضيك كأية امرأة رقيعة. لم أشأ أن أقضي ما يغضبك يا دليلة، كل ما في الأمر أنني أحبك. تحبني ذلك الحب الذي يصلح للجوار والإماء، أليس كذلك؟ بل إنه حبي لسيدة متميزة عن سائر النساء. وتفوق الرجال أيضا. هل أنت التاجر مهران؟ إنني من رجال الشرطة. أعرف هذا، ماذا تريد؟ أخبرنا صاحب الخان أنك تشتري المماليك. مجرد مملوكين، أنا في حاجة إليهما. أريد أن أراهما. لماذا؟ نحن نبحث عن رجلين يهمنا أمرهما، وقد علمنا أنهما متنكران في هيئة مماليك. متنكرين في هيئة مماليك؟ نعم. أهما من اللصوص والمحتلين إذن؟ دعني أراهما ولا تضيع الوقت بالكلام. تعال معي. أهما من تبحث عنهما؟ لا أكاد أميز أي منهما،
ما الذي فعلته بهما حتى أصبحا على هذه الحالة؟ إنهما محتلان وأحتجزهما. اسكت، أريد أن أتحدث إليهما. أنت استيقظ. من أنت؟ أنا؟ هل أنت مملوك حقا أم أنك متنكر؟ أنا أعني، ماذا تريد مني؟ أنا من رجال الشرطة وأبحث عن رجلين متنكرين في هيئة مماليك، ولابد أنك تعرفهما إن كنت متنكرا. لم أفهم من حديثك هذا شيئا. أخبره بما أخبرتني به إن كنت صادقا. ما الذي أخبرك به؟ سأروي لك الحكاية وأنت تحكم بيننا. لماذا لم تخبره منذ البداية؟ لماذا؟ لا تغضب ولا تصرخ بي هكذا. أريد أن أترك مكاني هذا لمن هو أجدر مني، ولكن بصمت ودون ضجة. وأنت يا حمار، ماذا تقول؟ أنا لا أريد أن أقول شيئا يا سيدي، سوى أنني أريد الرجوع إلى حماري والسعي إلى رزقي بالحرفة التي أحسنها. وأنت يا سيد مهران؟ إنني أطوق لمعرفة حكاية دليلة أكثر منك يا مقدم، ولكن خوفا من أن أخسر 1000 دينار آخر أفضل أن تتركني للعودة إلى تجارتي وبلدي سالما غانما ودون مماليك. حسنا، اذهب إلى تجارتك. السلام عليكم. وأنت أيضا اذهب إلى حمارك ولا ترني وجهك بعد الساعة. سأراك فيما بعد. أرجو ذلك يا سيدي، وداعا. ماذا نقول للوالي؟ تكلم، إن ما فعلته دليلة لهو خزي وعار. أعرف هذا، وبسببه لم أشأ أن. على كل حال أسمعتك قراري، سأعود إلى مصر ولا أظن أنني بحاجة أن أقابل الوالي. تعني أنك أقررت نهائيا بعجزك أمام دليلة وتريد أن تهرب منها؟ تسترق السمع كعادتك، ها؟ عندما أسمع صراخا أرى أن من واجبي معرفة ما يحدث. ما الذي يضحكك؟ إن لم يكن سمعي ثقيلا فإنني أجزم بأنك لم تسمع صراخا في هذه الساعة. وما أدراك أنت؟ على كل حال إنني لا ألومك، أنا فضولي أيضا وأحب أن أعرف ما يدور بين رؤسائي دائما. وتريد الآن أن تعرف مني ما انتهت إليه الأمور بعدما حدث للمقدم حسن؟ إنما حدث لأمر جلل لم يسبق له مثيل. سمعت أنه يرفض مقابلة الوالي ويصر على ترك الشرطة والرجوع إلى مصر، أما أن الأمر لا يعد أن يكون خطة كي تطمئن غريمتنا دليلة ويسهل للمقدم حسن الوصول إليها. لا لا لا، إن المقدم حسن جاد في عزمه، لكن المقدم أحمد يحاول أن يثنيه عن هذا العزم. أنت على كل حال أكثر اطلاعا مني على خفايا الأمور. أراك كثير الاهتمام بخفايا الأمور. الواجب يا صاحبي، الواجب. أنسيت أن الشرطي يجب أن يكون منتبها على الدوام، عليما بخفايا كل ما يحدث حوله. حسن، سأقول للوالي بأنك مريض حتى تنمو لحيتك. من الأفضل أن لا تتورط في الكذب على الوالي، لأنه سيعلم بما حدث عاجلا،
خاصة وأن بين رجالنا من لا يؤتمن على سر. أتعتقد أن من بين رجالنا من ينقل أمورنا إلى الوالي؟ للوالي وغير الوالي. ما الذي تعنيه؟ ما بالك؟ إنني متعب، أستبيحك عذرا. تمهل حسن. تعني أنه أعلن هزيمته أمامي بصراحة؟ بصراحة الحقيقة إنني لم أكن أتوقع هذا. الآن بدت أعتقد جازما بأنك تستطيعين إنجاز كل مطامعك. مطامعي أم مطامعنا نحن الاثنين؟ كما تريدين أنت. وأنت؟ إنني زوج دليلة وهذا حسبي. لابد أن يكون محقا، لابد أن لدليل من يعاونها. السيد المقدم، سيد المقدم، سيد المقدم، أرجو مغفرتك. ما الذي تفعله هنا؟ كنت أنظف الديوان ثم شعرت بالتعب فجلست أستريح قليلا. على كرسي؟ نعم على كرسيك. حقا تبا لي لم أكن منتبها أين جلست. المغفرة يا سيدي. لم تكن منتبها؟ أقسم لك. أم كنت تحلم بالجلوس عليه مكاني؟ معاذ الله يا سيدي المقدم، معاذ الله، من أين لهذا الحلم أن يدخل رأسا مثل رأسي؟ أعني يا سيدي، انصرف إلى شأنك. أرجوك يا سيدي. هيا. سيدي المقدم، سعدت صباحا سيدي المقدم. حسن، أظن أنني أستطيع الآن أن أحدثك عن ظنوني بثقة أشد. لهذا جئت إذن؟ نعم، سهرت طوال الليل أفكر بكل ما جرى منذ ظهور دليلة. وأنا أيضا فعلت هذا.
اجلس وسنتحدث في الأمر بهدوء وروية. هل يتجه ظنك إلى أحد معين؟ لا أستطيع اتهام أحد بعينه، لكن سأعرض لك بصورة خاصة الظن الذي يساورني بصدد آخر ما حدث. تعني تنكرك الذي تم بصورة سرية؟ ولم يعرف السر في حينه إلا أربعة، أنت وأنا والحمار مصطفى والتاجر إسماعيل. هذا صحيح، أنت وأنا والحمار مصطفى لا يمكن الاستغرابة بهم. أتظن أنه إسماعيل؟ لا أعتقد أن إسماعيل يتعاون مع دليلة، لأن عمله في التجارة يتعارض مع أطماع هذا النوع من اللصوص والمحتالين. وأنت تعلم يا سيدي أن التجارة تحتاج إلى أمن واستقرار. مختصر القول إن الواشي ممن يعملون في خدمة ديوان الشرطة، وأقربهم إلى سماع أسرار الديوان الحاجب. أنا أعرف أنك تثق به. كنت أثق به، ولكن كان لابد لأفكاري التي عانيتها ليلة البارحة أن تدخله في الحساب كما فعلت أنت. إلا أن ما رأيته منه قبل دخولك كان كفيلاً بإضعاف ثقتي به. Hehehehe